عليكم ويسلا نيوز. الازبال في جنباس الطريق حيد اولدي هاد المنطقه عاوتاني راه كانت خاويه، شوفوا كي ولات، وهادو كلهم جنبات المؤسسات التعليميه بمدينه ويسلان. هانتوما الازبال ومخلطين فيهم البقايا ديال البني. هاد المنطقه عاوتاني راه حدا التيرمينوس، وكاين هنا تقريبا شي جوج المؤسسات، كاين جوج مؤسسات. واش هاد المؤسسات التعليميه ما عندهمش حرمه؟ هانتوما شوف راه غير جوج على تزع، فهمتي؟ غير جوج على تزع. حنا كنحاولوا ندير لكم دقيقه جوج في كل منطقه، ما غنبقاش ندقوا. وهادو راه مسؤولين عليهم شركات كبار اللي خصهم يحشموا، خصنا نحملوا المسؤوليه. الطرف ديال تيتحيد من الطريق، راه كتعرفوا ملي كيتحيد من الطريق علاش كيتحيد من الطريق؟ باش كنبرونشيو بعد داكشي اللي كيخصنا للدار، بمعنى طرف الحديد، باش ما يقولكش راه قلتي لنا السميه ديالنا. هانتوما القودرون، الياجور، القبص، الزبل، وكيتخلط وداكشي مع ما كاين لا حاسب ولا رقيب. كما قلنا لكم ديما داكشي كيبس صافي، وحتى الزبل صافي راه كضر فيه الشمس. من بعد ما الساكنه اللي تخلص هي اللي كتشم داكشي. انتوما شو على زباله قداش، خلاص. ويسلان نيوز راه كتستقبل اي واحد اللي بغى يجي عندنا للمقر باش يهضر على هذا الشيء، 100000 مرحبا. ثاني واحد اللقطه في هذه المزباله هذه، احدى مؤسسه تعليميه، هذا واقيلا داك البطول اللي تيديروا داك الضالات الكمينات الكبار. لو كمينات كبار زعما راه شركات تبارك الله ومحترمه وعندهم قوانين، هو بقى له واقيلا هنا جا خواه. شنو غندير؟ غادي نخويه في ويسلان، ما كاينش المشكل، ما كاينش اللي غيهضر. نهانيه هو دابا داك هنا البطون، البطون هنا راه قلبت عليه واقيلا يبس كاع، نشوف راه يبس وباقي جديد، راه ماشي قديم. هذا ديال الغبار، الغبار هذا راه زوين، هذا الغبار ديال الكواره، حتى هو راه مليوح هنايا. وزيد جميع انواع اللي كتشوفوا، الياجور، الطوبيه، الجلي، الزبل، التلفازات، المهم داكشي اللي بغيتو كاين في هاد الزباله حتى هي جانب الطريق. القبص خلاص هو اللي كثير الزينه، وكما قلت لكم هانتوما عاوتاني شكون هاد الفقير هذا اللي غيجي له واحد العجنه قد هادي؟ خا يديرها في قصعه كسكسو، يا ربي تسمحنا باللغه والثقافه المغربيه، واحد مقرد ما غايجيش له واحد البراوط كاملين ديال هادو الكاميونات اللي تيديروا الضاله الشركات. كيجيو هانتوما عاوتاني كيلايح هنايا خوه، مشى فحالو، كيدور على اليمين على اليسار، ما كاينش لا حمشى. حتى المواطن راه عنده واحد جزء كبير تاهو في هاد الشيء هذا. ها المؤسسة ديال التعليم، أنا غنشدوها لكم باش تعرفوها لنا كثروا الأسماء. ها المؤسسة تاهي في ويسلان غير في التيرمينوس، حنا دايرين وتنصورو لكم أجزاء ديال هاد الشيء. هانتوما هاد الزبل هذا، خلاص الزبل خلاص، على ما غنزيد نهبط شوية، هذا شي كلب ميت، هنا غادي نهبطو لجهة المؤسسة، بمعنى الأزبال وصلوا للمؤسسة. بمعنى هما دابا الزبل وصل للمؤسسة ولا تيدخل للمؤسسة النيت، هو الزبل كما كتشوفو في وسط المؤسسة. الزبل دابا هبط للمؤسسة ولا تيتلاح، بنادم تيقرب تيلوح، هو فياج عاوتاني مليوح، بمعنى الزبل داخل المؤسسة، ماشي ديال المؤسسة ولكن ديال المواطنين وديال الناس اللي كيلوحو مع السور قصير جاي مع الارض. خلاص راه داخل المؤسسه السور، حنا غير فوق السور، السور راه قصير كما كتشوفوا هانتوما، غير ديرها انت تنقص فيها خلاص. هيا بالمناسبه هانتوما كتشوفوا مساكن الوليدات غادي يخرجوا من المدرسه، غندير غير شي شويه الكاميرا، الوليدات هما خارجين من المدرسه. كاين عده مؤسسات، هيا هما الازبال، جوج طوارو ديال الزبل تاهما بالمناسبة غندوزوهم، طوارو ديال الشركة مخيطين، شوفوا على تبهديلة علاش هو كيدايرها، الطوارو مخيطين. شكون هاد الناس اللي تيراقبو؟ بغينا هادي رسالة للناس اللي كتراقب في ويسلان الشركة ديال النظافة، هو مفروع من هنا، إلا قلبنا غنلقاوه من التحت، الطارو التاني حتى هو، هو مفروع، جوج طوارو اللي كاينين. خلاص حتى الفيديو آخر.
منطقة أخرى. شكر لكل من غيتفاعل معنا. مدينة ويسلان. يلا رسالة للمسؤول، رسالة للمسؤول. شكون اللي مسؤول على هذا الشيء؟ ما بقيناش عارفين شكون. المهم اللي كيهم هو نظافة مدينة جميلة. هاد التراب خلاص، هاد التراب هذا باقي جديد، دابا هذا غيبقاو غاديين هكا، غيبقاو غاديين مع التراب هذا حتى غيشدو الطريق عاوتاني. التيرمينوس كما كتشوفوا راه هو، راه التيرمينوس هو هذاك التيرمينوس. هذه هي المزبلة، راه المؤسسة التعليمية، المؤسسة التعليمية خلاص راه بدا كيدخل لها الزبل، بدا كيدخل لها الزبل. لا ما خداتش شي إزراء ضدهم، راه الزبل غادي يولي عندها الداخل تما بالأطنان. النهار اللي غتبغي تحيدو خصها ميزانية، وفي وسط المؤسسة ما كانش اللي غادي يعقل عليها كاع، وهي ما دارت لا بيديها لا برجليها. يلا تحياتي لكم من جريدة ويسلان نيوز، اللي كان عنده شي خبر ولا شي حاجة ولا شي نقطة سوداء يعطيها لنا في الكومنتير ولا يتصل في الهاتف اللي هو في الشاشة. وشكرا لكم.